افتتح المقر الجديد لشركة ألستوم بفاس خلال حفل ترأسه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ملح فضل العالمي. الموقع الذي كلف 48 مليون درهم موجه نحو تصنيع وتركيب الأسلاك والخزانات الكهربائية. ويشغل المشروع الصناعي حالياً 400 شخص ويتطلع إلى خلق 350 منصب شغل إضافي في أفق 2023 حسب مسؤولي الشركة. بفضل زيادة الطاقة الإنتاجية لألستوم سيتم إحداث فرص شغل جديدة، ونأمل أن نصل إلى 1200 منصب شغل في أفق 2023. أولا هذه واحد البشرى ديال الخير أن هذه شركة عالمية تاقت في مدينة فاس وتثق في المغرب وفي الكفاءات ديالو في الموارد البشرية ديالو، وهي نفس الوقت واحد البشرى مهمة لأن هذا المعمل ديال الكوطيف اللي كان سابقا توقف منذ 2005 اليوم تيتحيا بشركة عالمية وبمجموعة من الشركات اللي هي قريبا إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي تبدأ في الأشغال ديالها. فهنيئا لساكنة مدينة فاس، وبغيت كذلك نشكر الشركة ديال ألستوم، نشكر هاد النساء والرجال ديال مدينة فاس اللي تيشتغلوا واللي تيرفعوا الرأس ديال مدينة فاس عاليا. وتتمركز ألستوم بالمغرب منذ أكثر من قرن وبأكثر من 500 أجير. أنجزت الشركة العديد من المشاريع منها ترام والرباط والدار البيضاء و12 قطارا للخط فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء.